قال الدكتور مجدي يعقوب أستاذ دكتور أمراض القلب والأوعية الدموية: من 20 سنة بالضبط زي النهاردة كان عندي مؤتمر مهم جدا في إنجلترا، اشتغلت كتير واستنيت كتير اليوم ده، وكنت مستعد ومجهز جدا ليه. ليلة سفري لإنجلترا ما كنتش عارف أنام من كتر التوتر والفرح، لكن ضغطت على نفسي علشان لازم أصحى بدري لأني عندي طيارة الصبح بدري. يوم السفر الصبح للأسف صحيت متأخر على الميعاد اللي المفروض أقوم فيه، اتصدمت جدا وبدأت أجهز نفسي بسرعة كبيرة عشان لازم ألحق ميعاد الطيارة. معرفش لبست هدومي إزاي وأخدت شنطي ونزلت جري أدور على تاكسي ياخدني للمطار، لكن للأسف مفيش أي تاكسي. اضطريت أخدت عربيتي وقلت هبقى أكلم حد من أصحابي ياخدها من المطار. ركبت عربيتي وبدأت أطير وأنا مش قادر أفكر في احتمال إن ممكن الطيارة تفوتني. رفعت عيني للسما قلت له: يا رب أنت عارف تعبي عشان يوم زي ده وانتظاري ليه، وانا عارف انك امين واني مش ههون عليك تكسر بخاطري. لكن للاسف فجأة لقيت الطريق واقف قدامي ما بيتحركش، لان في حادثة كبيرة قوي حصلت على اول الطريق اللي انا فيه. فكرت انزل من العربية واجري، لكن لقيت ان اللي بفكر فيه مش هينفعني. رفعت عيني للسماء وانا غضبان ومستاء وقلت له: ليه كده يا رب ليه؟ فضلنا كلنا مستنيين في عربياتنا والطريق واقف ما بيتحركش. من كتر ما زهقت طلعت من العربية ووقفت جنبها، وفجأة شفت المشهد ده: عمارة من العمارات اللي كانت حوالينا فيها واحد بيوضب شقته جايب شكاير أسمنت كتير قوي وما كانش لاقي حد يطلعها له، فراح اتفق مع شاب حوالي 16 سنة كان بيبيع مناديل على الرصيف انه يطلع له الشكاير دي وهو يظبطه يعني. الشاب فرح ووافق وفضل يطلع في الشكاير لحد ما طلع عينه وخلصه. جه الشاب بقى مستني اجرته، راح الراجل مطلع له 20 جنيه والدهان. الولد شاف المبلغ اتجنن وعلي صوته وقال له: ايه ده يا استاذ، اعمل بيهم ايه دول؟ انا عاوز 100 جنيه. الراجل ضحك بسخرية وقال له: 100 جنيه يا ابني انت اتجننت، هو انا بقبض كام 100 جنيه؟ المهم بعد ما شدوا قصاد بعض وزعقوا الراجل قال له: هي 20 جنيه، تاخدها ولا تمشي؟ الولد بص للراجل بمنتهى الزعل وقال له: عارف انا مش بلوم عليك، انا بلوم على اللي خلقني ونساني ورماني في الشارع، اللي ظلمني ربنا مش انت وانا مش مسامحه. طبعا انا استغربت قوي من الكلام ده، حاشا اننا نقول كده على ربنا، الله ليس بظالم. لكن فكرت شوية مع نفسي وقلت: ايه اللي وصل الشاب ده لكده؟ ظلم ربنا؟ حاشا حاشا. انا كمان زعلان ومتضايق واخد على خاطري، لكن دايما عندي ثقة ان في سبب وحكمة للي بيحصل واكيد لخير ليا. وقعدت افكر ايه اللي وصل الشاب ده لكده، اللي خلى الشاب ده يوصل للمرحلة دي هو الظلم اللي اتعرض له وهو لسه إيمانه مش قوي، لسه ما اختبرش إيمانه الخبرة اللي تخليه رغم كل شيء يمسك في حب ربنا. وبما إني كده كده واقف قلت أروح أشوف الشاب ده. طبعا ما كانش طايق كلمة ولا سلام مني وطلب إني أسيبه في حاله، لكن الصراحة ما قدرتش أمشي وأسيبه، خصوصا بعد ما لقيته بيبكي جامد وبيحاول يداري دموعه مني. قعدت جنبه على الأرض وبعد محاولات نصفها فشل بدأ يكلمني عن حياته، أبوه اللي انفصل عن أمه ورماهم ومشي، وأمه اللي اتجوزت وجوزها مش عاوزه. ولما عرف إني دكتور ابتسم وقال لي إنه في أولى ثانوي وإنه بيبيع مناديل عشان يصرف على دراسته لأن حلمه أن يكون دكتور. أخدته في حضني وقلت له: ربنا بيحبك،
امسك فيه لأنك معاه تقدر تحقق حلمك. اللي ظلمك ناس ما تعرفش ربنا حقيقي، ربنا جابك الدنيا، اداك حياة وحررك، امسك فيه عشان تحقق أحلامك. كان بيسمعني بس ما اعتقدش انه اقتنع قوي بكلام. بعد 3 ساعات الطريق اتفتح، اخدت عربيتي وطرت على المطار في رجاء اخير مني تكون الطيارة اتأخرت لأي سبب، لكن للأسف اول ما وصلت عرفت انها طلعت في ميعادها. ركبت عربيتي وانا بفكر في كل اللي حصل، واكيد مش صدفة، كل شيء ليه ترتيب عند ربنا. يا ترى ربنا كان عاوز يقول لي ايه باللي حصل؟ فجأة خطرت على بالي فكرة، هي اني ارجع تاني للشاب. نسيت اقول لكم اسمه وائل. اخدت عربيتي ورجعت ادور على وائل مكان ما شفت الصبح، ولقيته كان هناك بيبيع المناديل. رحت له وعرضت عليه انه يشتغل عندي في العيادة، وانا هتكفل بمصاريفه واساعده في الدراسة لحد ما يحقق حلمه. الولد طار من الفرحة وقبل فورا، وفعلا أخدته معايا وبدأنا الرحلة. كان شاطر وبيتعلم بسرعة ومتفوق جدا. استمر بالحال ده لحد ما حقق أول جزء من أحلامه وجاب مجموع كبير في الثانوية العامة ودخل كلية الطب. مش قادر أقول لكم النظرة اللي كانت في عينه أول ما عرف إنه اتقبل في كلية الطب، ولأول مرة أشوف وائل واقف بيصلي، وسمعته هو بيقول لربنا: أنا متشكر جدا يا رب على حلمي اللي مضاعش، متشكر إنك حفظتني حلمي وساعدتني أحققه. زمان كنت فاكر إنك ظلمتني ونسيتني، لكن الحقيقة أنا اللي ظلمتك يا رب وجيت عليك. أنت ما عملتش معايا غير كل خير، أنت اللي بعتلي عمو يعقوب في الوقت اللي كل الناس ظلمتني وتخلت عني. أوعدك يا رب إني أساعد المحتاجين وأفرحك زي ما بعتلي واحد من عبادك سندني وفرحني. أنا كنت طاير باللي بسمعه منه. لو أقول لكم الأرض ما كانتش سيعاني من الفرح. دلوقتي وبعد مرور 20 سنة أنا مسافر تاني بكرة مؤتمر كبير في إنجلترا، بس المرة دي مش لوحدي، المرة دي معايا الدكتور وائل الحاصل على دكتوراه في أمراض القلب واللي من أشطر الدكاترة في مجال. الجدير بالذكر ان الطيارة اللي كنت هركبها وقتها وقعت ومنجيش منها حد، يعني لو كنت لحقتها ما كنتش هخسر المؤتمر بس، لا كنت هخسر حياتي كلها. عاوز اقول لكم كلمتين طلعت بيهم من اللي قلته قبل ما اروح انام بدري عشان ما اتاخرش على الطيارة المرة دي كمان: مهما يحصل ربنا بيختار الخير دايما، وزي ما قالوا زمان: لو كان في خير ما كانش رماها. أنا بشكر ربنا على كل حاجة اختارها لي، وأنا مسلم حياتي ليه. سلم لربنا حياتك وانت تكسبها. طول ما ربنا الأول في حياتك هتكون الأول في حياتك.